قادرة أعلي صوتي، سامعني كده؟ سامعني؟ ايوه بعيد ابلع حاضر، الصوت هيتظبط دلوقتي. اسمع ثواني الصوت واضح، ثواني، خليكم بس الصوت واضح. معايا. سامعني كلكم؟ ايوه انا هعلي صوتي ايوه دلوقتي، الناس اللي مش معاك. سامعاني هعلي. هنتكلم النهارده على الرايتنج كويتشن، اسئله الايه؟ ابلع ما الرايتنج. في صوت. طيب شفت كل المشكله عندك، ممكن تخرج وتدخل تاني، او لا مشكله في عندك في صوت. النت. كلكم مش سامعين صوت؟ لا واضح، حس يعني صوت واضح. لا يوصل الصوت. تمام، الصوت واحدة؟ لا ايه؟ ايوه طب الناس اللي الصوت مش واضح عندها ممكن تخرج وتدخل تاني. ابو صوت عد. خلاص عشان أبدأ الحصة. تمام كده، يلا نبدأ. بسم الله. What is the positions؟ يعني ايه position؟ تمام، يعني ايه كلمة positions؟ منطقة على ال سامعني؟ الموقع location of an A object. تمام، يبقى لما يقول لي عرف ال position اقول له ال position is the location of an A object. object Which word are used to describe the positions؟ لما اجي اوصف البوزيشن بستخدم ووردز زي ايه؟ above. above يعني ايه؟ فوق next to او بلو او ايه؟ لو سمحتوا اقفلوا المايك، اقفلوا المايك، مش next عايز. to لا طيب تمام، اقفلوا المايك وركزوا معايا، مش عايزه حد يتكلم. يبقى استخدم above او بلو او next to. next to يعني بجوار، next to. تمام، او استخدم far away. far away يعني ايه؟ بعيد عن، او استخدم يعني ايه؟ بعيد. far away يعني بعيد. برافو عليك. يبقى انا عندي which word used to describe the positions، الكلمات او المصطلحات اللي باخدها عشان اوصف ال position. above، blue، next to، far away. above، blue. أبغى الصوت ما ينشمع. لا الصوت واضح. تمام، يبقى الوردس عندي الاباب بلو نيكست تو فار اواي. ركزوا بقى معايا، اللي مش سامع الصوت المشكله عنده، ممكن يغير الجهاز لان بقيه الجروب سامع، ما تضيعوش الوقت. السلام عليكم أبرع. واضحة شكل ايوه سامعني. يبقى انا عندي البوزيشنز، عندي ايه؟ ثواني ابعت لزميلتكم الرابط تاني. ثواني خليكم معايا دقيقه، الناس مش عارفه تدخل. ماشي، يبقى البوزيشن the word used to describe positions، هي الكلمات اللي باخدها عشان اوصف الايه؟ البوزيشن. above، فوق، بلو، اسفل، next to، بجوار، far away، بعيد. What is the distance؟ ايه هي الديستانس؟ تمام؟ distance is amount of space between two objects. الديستانس هي عبارة عن، الديستانس هي عبارة عن amount of space، كمية السبيس between two objects or place. What are the unit of distance؟ What are the unit of distance in metric systems؟ قلنا الديستانس يعني المسافة. الديستانس يعني ايه؟ المسافة بيني وبين الشيء.
الاوبجكت. الديستانس هي عباره عن السبيس بتوين تو اوبجكت. الديستانس دي بقول عليها ايه؟ سبيس السبيس ده سبيس بقول عليه ديستانس، السبيس ده بقول عليه ايه؟ ديستانس. طب وات ديس يونت؟ يعني ايه يونت؟ يعني ايه الوحدات، اليونت اللي بستخدمها عشان اقيس الديستانس؟ ايه الوحدات اللي بستخدمها لقياس الديستانس؟ الملي ميتر، مليمتر وايه كمان؟ سنتيمتر متر عن متر. متر متر يونت. طب متر وات ار ذا يونت؟ لو سمحتوا اقفلوا المايك. وات ار ذا يونت used in distance، او اليونت اللي بستخدمها عشان اقيس الديستانس عندي، عندي ايه؟ عندي amount، المليمتر، السنتيمتر، المتر، والكيلو ايه؟ متر. متر كيلو متر you can use، ازاي احسب الايه؟ الديستانس عن طريق استخدم الرولر والمتريك، المتر ستيك، المتر ستيك يا اما الشريط اللاصق او الرولر، تو ميجر ايه؟ الديستانس، عشان اقيس الايه؟ المسافه. ماشي، يلا معايا ثانيه كده. منصور ذاكر تاني، ركزوا معايا، بقول what unit of distance in metric systems؟ ايه هي الوحدة بتاعة اليونت في المتريك سيستم؟ عند المليمتر، السنتيمتر، المتر، الكيلو ايه؟ متر. ميتر you can ميتر use، بستخدم ايه عشان اقيس الديستانس؟ ايه الحاجات او الادوات اللي بستخدمها عشان اعمل measurement او قياس رولر الديستانس؟ ميتر رولر وايه؟ ميتر ستيك ستيك. رولر ميتر ستيك ميتر، رولر وميتر ستيك، رولر وايه؟ وميتر، ميتر ميتر ستيك ستيك، وميجر ميتر ستيك ديستانس عشان اقيس الايه؟ الديستانس. طيب ان يو اس كوستمر ديستانس از ميجرد ان انش، يارد، اند ملي. طب وات از ذا موشن؟ ايه هي الموشن؟ كلمة موشن يعني ايه؟ كلمة موشن يعني الحركة. يعني ايه موشن؟ موشن معناها تشينج ان بوزيشن. change تشينج ان ايه؟ position change in position يعني تغيير الوضع. الموشن ديت في منها انواع، يا اما تبقى ستريت موشن، ستريت لاين يعني ماشي في خط مستقيم كده، ستريت لاين، يا اما تبقى راوند اند راوند يعني بتلف في دائره، بقول عليها راوند اند راوند، بقول عليها ايه؟ راوند round اند and راوند. يا round اما تبقى باك اند فورس يعني للخلف والامام، بقول عليها باك اند فورس، بقول عليها ايه؟ back and باك اند فورس. back and forth باك اند فورس زي البندول بتاع الساعه كده، البندول بتاع الساعه بيتحرك باك اند ايه؟ اند فورس، بقول عليها ايه؟ باك اند فورس، بقول عليها ايه؟ back باك and اند فورس. forth يا اما تبقى زجزاج موشن، يا اما زجزاج كده، بقول عليها زجزاج موشن، بقول عليها ايه؟ زجزاج موشن زجزاج. زجزاج موشن يعني ايه زجزاج موشن؟ يعني ايه موشن؟ يعني ايه موشن؟ موشن يعني الحركه. حركة لا، حركة موشن حركة يعني بس تشينج ان بوزيشن. تشينج ان ايه؟ ان بوزيشن، يعني الوضع بتاعي بيحصل فيه تشينج او تغيير. طيب الموشن دي قلنا في منها تايبس، انواع، ستريت ايه؟ لاين ستريت ستريت لاين، لاين راوند اند زجزاج راوند، باك اند فورث راوند باك زجزاج اند موشن فورس، وزجزاج موشن. وزجزاج زجزاج ايه؟ موشن موشن، زجزاج زجزاج موشن زجزاج موشن. عندي السبيد، السبيد يعني ايه؟ السرعه. is الحركة measured how السرعة fast or how slow السرعة something move. السرعه بتقيس لي سرعه الجسم، how fast الجسم ازاي بيكون سريع، or how slow بطيء. تمام، يبقى قدره الجسم على الايه؟ الحركه، سواء كان fast or كان slow. يبقى measure يعني تقيس how fast، سرعه الجسم، or how slow something move. motion كان measured by ايه؟ عشان احدد الموشن يا اولاد، عشان اقيس الموشن، الحركه اللي هي اللي تشينج في البوزيشن، لازم اعرف ثلاث حاجات، اعرف الديستانس، اعرف ايه؟ distance ديستانس، distance time ديستانس، time and ويت، direction والايه؟ والدايركشن، اعرف الايه؟
عشان اي بوزيشن direction. لازم اعرف الديستنس، الديستنس اللي هي المسافه، والتايم والايه اللي هو التايم الوقت. والسبيد تمام والدايركشن. تمام، تمام ديستنس يعني المسافه، تايم الوقت، المسافه اللي همشيها قد ايه أبلاه الوقت. أبلاه. نعم، لازم نحل، لازم ايه لازم نكتب. دلوقتي؟ ايه لا، انا الملف وحله بعتهم لكم قبل كده وبعتهم لكم تاني، انا بشرح لكم بس، لا ما تكتبوش، ركزوا معايا، وابعت لكم الفيديو. الموشن الحركه كان بي ميجرد، ميجر يعني ايه، بقيسها او بحددها ازاي، عن طريق ان انا اعرف الديستنس، الديستنس اللي هي المسافه، التايم الوقت، السبيد السرعه، الدايركشن الايه الاتجاه. طيب يبقى الموشن عشان اقيسها لازم اعرف الديستنس والتايم والسبيد والدايركشن. طب وات از فورس، يعني ايه كلمه فورس؟ يعني القوة. إذا باش أور بول، أور يعني باش القوة أور بول، قدرتي على دفع الجسم أو بول سحب الإيه؟ الجسم. يبقى الجسم. الفورس إز ذا باش أور إيه؟ أور بول، قوة السحب أو قوة الإيه؟ الدفع، قوة السحب أو قوة الجسم. الدفع. يبقى لما يقول لك بس سؤال عيد إز لكم ذا باش أور بول، الزمن. أقول له إيه؟ فورس، أقول له إيه؟ فورس طيب فورس. ليتل ليست ذا تايب أوف فورس، إيه هي أنواع الفورس؟ عندي ثلاث أنواع، فراكشن، فراكشن، بالانس بالانسد فورس، ان بالانسد ايه امبالانس امبالانس فورس. فورس امبالانس امبالانس فورس. تمام، يبقى الليس او التايب اوف فورس، انواع القوه عندي ثلاث انواع، فراكشن اللي هي قوه الاحتكاك اسمها فراكشن، اسمها ايه فراكشن، اسمها ايه فراكشن فراكشن. فراكشن بالانسد فراكشن فورس، بالانسد فورس يعني قوه متزنه، بقول عليها بالانسد فورس، بقول عليها ايه Balanced balanced force. Balanced force، force. بقول عليها Unbalanced force. unbalanced force. نمبر 3 ايه؟ Unbalanced unbalanced ايه؟ force. force. Balanced force. طب type of force Unbalanced عندي force. ايه؟ type of force. Fraction. Direction. Fraction. Balanced force. Unbalanced force. Unbalanced force. Unbalanced force. What is the fractions؟ يعني ايه الفراكشنز؟ هناخد دلوقتي بالانسد فورس وان بالانسد وهنشرحهم وهيعرف يعني ايه معناهم. الفراكشن يعني قوى الاحتكاك، الفراكشن يعني قوى الاحتكاك، يعني جسمين بيتحركوا عكس بعض بيحصل بينهم ايه؟ رب، يعني ايه؟ يعني احتكاك. يبقى الفراكشن باش اجينست موفينج اوبجكت، بتدفع ضد حركة الجسم. طيب الفراكشنز ده بيتسبب لي في الايه؟ في السلو داون، في السلو داون بيبطئ حركة الأجسام، بيبطئ حركة الإيه؟ أكسن الأجسام. الأجسام الأجسام. يبقى الفراكشن باش أجينست موفينج أوبجكت أند سلوزم إيه داون، بيتسبب في تبطيء الحركة. واتش فورس كيز تشينج إن موشن، أي فرصة عندي، أنت قلت يا مثل الفرصة عندك ثلاث أنواع، أيوه فراكشن وبالانسد فورس وان بالانسد فورس. طب اهل قوه فيهم بتسبب حركه الاجسام، البالانسد فورس ولا الان بالانسد فورس؟ هقول له الايه؟ الان بالانسد فورس، ان بالانسد فورس يعني القوه غير unbalanced متزنه، force. القوه الغير متزنه، الان بالانسد فورس الله بتتسبب. نعم، عد اخر من اثنين. مين؟ عيد عيد. تمام، طب ركزوا معايا، واتش فورس كيز ذا تشينج اوف موشن، اي قوه بتتسبب لي في التشينج اوف موشن، في تغيير الحركه، بقول عليها الايه؟ الانبالانسد فورس، الانبالانسد ايه؟ طيب ماجنت كان اتراكت اوبجكت ميد اوف ايرن كوبالت ستيل اند نيكل. ماجنت يعني المغناطيس، ماجنت اللي هو الايه؟ المغناطيس. بنقول عليه مغناطيس ايه؟ ماجنت. بنقول عليه ايه؟ ماجنت، مغناطيس ماجنت، مغناطيس ماجنت، مغناطيس ماجنت، ماجنت مغناطيس كان اتراكت، مغناطيس اتراكت يعني ايه؟ يجذب الاوبجكت ميد اوف ايرن كوبالت ستيل اند نيكل. لو سمحت اقفلوا المايك. الماجنت ده اتراكت يعني بيجذب لي الاجسام اللي مصنوعه من الايه؟ من الايرن الحديد، الكوبالت
او الستيل او النيكل، كل دي ايه؟ معادن. بيقدر الماجنت اللي هو يعمل لها اتراكشن. اتراكشن يعني ايه؟ يعني يجذبها. لو سمحت اقفلوا المايك. أبرقة أخرينا. تمام. دي كومباريزونز بين ايه؟ بين الانبالانسد فورس والانبالانسد فورس. ان احنا قلنا انواع الفورس عندنا 3 انواع، الفراكشن الاحتكاك، والبالانسد فورس القوه المتزنه، والانبالانسد فورس القوه الغير المتزنه. هنعمل مقارنه بين البالانسد فورس القوه المتزنه والانبالانسد فورس القوه غير المتزنه. البالانسد فورس عباره عن فورس ار ايكوال، قوه ايه؟ متساويه، بتكون ايه؟ متساويه. تمام. يبقى مستويه من الطرفين. طب الانبالانسد فورس، فورس ار نوت ايكوال تو اتش اذر، مش متساويه، في طرفين اعلى من بعض. يعني مثلا هنا لو عندي ايه ده، مثلا دب، يعني واحد هنا لم واحد يكن بيجذبه من هنا، واحد بيشده من هنا، واحد بيشده من هنا، يبقى دي يعني اقول مش عليها ايه؟ متلازمة بالانسد فورس. اقول عليها بالانسد ايه؟ فورس فورس. بالانسد فورس فورس ليه؟ لان هيتسبب ان الدب اللي عندي او اللعبه اللي عندي مش هتتحرك، هتبقى ثابته، لان ده بيشد بقوه نفس قوه الشد بتاع ده. فده اقول عليها بالانسد ايه؟ بالانسد فورس. بالانس فورس. فورس طيب بالانس البالانسد فورس فورس معايا، البالانسد فورس بالانس نوت فورس نوت كيس، البالانسد فورس نوت كيس تشينج ان موشن، مش بتسبب لي تغيير في الايه؟ في الحركه. نوت تشينج، نوت كيس تشينج ان ايه؟ ان موشن، مش بتسبب لي تغيير في الايه؟ في الحركه. الجسم عندي ثابت. طب الانبالانسد فورس، فورس نوت ايكوال، فورس نوت ايه؟ إيكوال يعني قوة إيكوال غير متساوية، قوة غير ايه؟ متساوية. اللي بيلعب على البورد، اللي بيلعب على البورد منصور ايباد. الانبالانسد فورس يعني فورس ذات نوت ايكوال، قوة غير ايه؟ متساوية تو اتش اذرز كيز تشينج ان موشن. ان انبالانسد فورس دي قوة لازم نقوله ان هي ايه؟ نوت ايكوال. بتسبب لي ايه؟ بتسبب لي تشينج ان موشن، تغير في الحركه. يبقى البالانسد فورس لازم اعرف ان هي ايكوال. الكلمات اللي انا بعمل عليها سيركل ديت مهمه، لازم اربط البالانسد فورس ان هي ايكوال. الانبالانسد فورس نوت ايه؟ إيكوال نوت ايكوال. إيكوال البالانسد فورس بتسبب لي تشينج في الموشن، نوت كيز تشينج في الموشن، يعني مش بتسبب لي تغيير في الايه؟ في الحركه. نوت كيز تشينج ان موشن. طب الانبالانسد بتسبب لي ايه؟ change in motion change in motion. change change in in ايه؟ motion in motion. change in motion طيب define bool، عرف لي يعني ايه bool. define ايه bool، يعني ايه كلمة bool؟ withdraw magnet and show to bool، يعني بيقول لك عرفني يعني ايه كلمة bool. withdraw magnet يعني ارسم لي magnet، ارسم لي ايه؟ magnet، مغناطيس. and show to bool، لما ترسم المagnet ده وضح لي التو بولز اللي عندك. طيب ده عبارة عن ايه؟ ماجنت. نيجاتيف اند بوزيتيف تعرفوا ترسموا ماجنت الماجنت؟ تعرفوا ايه؟ ماجنت ترسموا الماجنت وتحطوا هنا، ماجنت ترسموا وهنا تحطوا اس يبقى دي الساوث بول، وهنا تحطوا ان اس يبقى دي النورث ايه؟ نورث بول يبقى ام دي النورث بول، اس القطب نورث الشمالي. ساين لو بول سمحت اقفلوا المايك، كله يقفل المايك. يبقى دي النورث بول القطب الشمالي، ودي الساوث بول القطب الجنوبي. تمام. طيب a magnetic field، يبقى البول is one of two end، البول هي واحده من النهايتين، one of two ايه end of a magnet، المغناطيس. where a magnet force is strongest، قوه الجذب بتكون ايه؟ strong. يبقى strongest البول ثاني، البول، قوية البول يعني ايه؟ is one of two end، واحدة من النهايتين دول، one of two ايه end، يا اما ديت بقول عليها بول يا اما ديت، يبقى one of two بول of two end of magnet. where magnet force is strongest، magnet force يعني ايه؟ قوة الجذب. is ايه؟ قوة strongest. الجاذبية عند البولز ديت، عند البولز بتكون الماجنتيك فورس قوية، بتكون قوة المغناطيس ايه؟ قوية. يبقى بول is one end، is one of two ends، هي واحدة من الاثنين of a magnet، المغناطيس. where magnet force القوة بتاعة الجذب is ايه؟
strongest is ايه؟ strong. strongest. يبقى الماجنت بيكون strong فين؟ في السنتر ولا at the pole؟ يلا يا شطار، الماجنت بيكون strong فين؟ في السنتر ولا at the pole؟ ستة زبون. at the pole. برافو عليك، مين اللي قالت؟ بس أنا بتول. شطوره يا بتول. يبقى الماجنت بيكون سترونج ات ذا ايه؟ ذا بول. سترونج ات ايه؟ ذا بول. ماجنت فيلد از ذا اريا اراوند ا ماجنت. عندي حاجه اسمها ايه؟ ماجنت فيلد. المغناطيس اهو بيكون في حواليه كده حاجه اسمها ايه؟ ماجنت فيلد. يعني ايه ماجنت فيلد؟ ماجنت فيلد بالعربي كده يعني مجال، يعني المجال المغناطيسي، يعني المجال الايه؟ المغناطيسي. اي حاجه احطها المغناطيسي. في المجال المغناطيسي، اي حاجه احطها في المجال المغناطيسي اللي حوالين الماجنت ديت بتكون مصنوعه من الميتال. المغناطيس بيعمل لها اتراكشنز. المغناطيس بيعمل لها ايه؟ اتراكشنز. Attraction. يعني ايه اتراكشن يا ستار؟ يعني ايه اتراكت؟ الالتصاق. لا اتراكت يعني تجاذب. اتراكت يعني ايه؟ تجاذب. في قال سنتر. قال تمام. attraction ابلع تجاذب. ابلع. نور نعم وسا إذا أبلغ إذا نعم جمعنا نورث وساوث ايوه. ثواني بس يا عبد بيسووا الله، إيكوغات. عبد الله لو بس سمحت، إذا عبد الله لو سمحت اديني فرصه. بس انت شطور وبتقول صح، بس اديني فرصه اكمل الجزء اللي بشرحه ده وهنتنقل دلوقتي اللي انت بتقول. اسمعني دلوقتي، عندي حاجه اسمها الماجنت. حاجه اسمها ايه؟ الماجنت. الماجنت ساوث بول ونورث ايه؟ ونورث بول. تمام. الماجنت فيلد از اريا اراوند ذا ماجنت. الماجنت فيلد هو عباره عن الايه؟ الاريا اراوند ذا ماجنت. الماجنت اهوت عندي، الاريا اللي حواليه دي، المكان اللي حواليه ده بقول عليها ماجنت فيلد. بقول عليها ايه؟ ماجنت فيلد. ماجنت ماجنت. فيلد قلت اي ميتال احطها ماجنت هنا، اي ميتال احطها هنا الماجنت هيعمل لها ايه؟ اتراكشن. هيعمل لها ايه؟ اتراكشن اتراكشن. اتراكشن يعني ايه اتراكشن؟ اتراكشن كلمه اتراكت يعني يجذب. كلمه اتراكت يعني ايه؟ يعني يجذب، يعني المغناطيس هيجذبها. طيب لو ما كانش، لو ما كانش بينجذب معاها هيعمل لها ريبل. ريبل يعني ايه؟ تنافر، يعني قوه تنافر، يعني تباعد، هيبعد عنها. تمام. يبقى الماجنتيك فيلد از ان اريا اراوند ا ماجنت، هو المنطقه اللي حوالين الماجنت. وير ات فورس كان اتراكت اور ريبل. القوه اللي فيه كان اتراكت اور ايه؟ ريبل اور ريبل. اور ريبل طيب بيقول لك ليبل ذا تو اند اوف ماجنت ويز نورث اند ساوث. تمام. ساوث تو ريبريزنت ذا تو اند اوف ماجنت. تو ماجنت اتراكت تو ماجنت اتراكت ايتش اذرز وين ذا ساوث بول اوف وان فيس ذا نورث بول اوف انذر. يعني ايه؟ امتى يحصل اتراكشن للماجنت؟ امتى اقول على الماجنت ده حصل فيه اتراكت؟ حصل فيه ايه؟ اتراكت اتراكت. يعني ايه اتراكت؟ اتراكت يعني ايه اتراكت؟ اتراكت يتلاصق. تجاذب different يعني تجاذب تجاذب. يعني ايه تجاذب؟ لما نورث بول، تجاذب يبقى قال لك ذا ساوث بول اوف وان فيسنج ذا نورث بول اوف وذر. تجاذب يعني لو سمحتوا المايك، والا هقفل المايك من عندي، ما حدش يفتح المايك خالص. يبقى الساوث بول لما تكون عندي الساوث بول، تمام، بتاعه الماجنت فيسنج ذا نورث بول اوف انذر ماجنت. لما يكون عندي هنا ساوث وهنا نورث يحصل عندي ايه؟ اتراك. يبقى الاتراك اتراك امتى يحصل؟ لما هنا ساوث وهنا ايه؟ وهنا نورث. طيب لو عندي هنا اتراك ساوث وهنا ساوث يحصل ايه؟ ريبول ريبيل. تجاسي ريبيل. برافو عليكي، ريبيل. تمام. مس وريبول طيب لما يبقى عندي هنا نورث ونورث، ريبول مش ريبول. هذا ريبيل ريبول. لما ريبيل يبقى هنا نورث ريبيل وهنا نورث. أبلة نعم. أبلة لو كان أحمر انه وأحمر انه ريبال. أبلة لو كان أحمر وأزرق بيصير أترك، لو كان أزرق وأزرق ريبال، لو كان أحمر وأحمر ريبال. تمام. بس انا مش عايزاك تحفظها بالالوان، ما تحفظهاش بالالوان كده غلط.
انت تحفظها ازاي؟ بص لو انا كان لا انا سوت، لو هعبيه سمحت الدرس المايك الدرس المايك المايك، لو كان ساوث ونورث بيحصل اتراكشن، بيحصل اتراكشن تجاذب. لو اتراكشن كان ساوث ساوث وساوث الاثنين زي بعض بيكون اكس واست يحصل ايه؟ ريبل. يحصل ايه؟ بيكون ريبل. بيكون ريبل. ريبال طيب لو كان نورث ونورث ريبال ريبل. ريبال ريبل. ريبال 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 تمام. يبقى ساوث ونورث اتراكت، ساوث وساوث ريبل، نورث ونورث ايه ريبل. طيب ريبال طيب تو ماجنت اتراكت تو اتش اذرز وين ساوث بول اوف وان فيسينج نورث بول اوف ايه انذر. تو ماجنت ريبل اتش اذرز، بيحصل بينهم تنافر. كلمة ريبل يعني ايه؟ يعني تنافر، يعني بيتباعدوا. انما اتراكت يعني ايه؟ اتراكت يعني تجاذب، اتراكت يعني ايه؟ بيتجاذبوا، يعني بيجذبوا بعضهم تجاذب بعض. اتراكت يعني ايه؟ يعني تجاذب تباجاذب. انما ريبل يعني ايه؟ تنافر تنافر. ريبل يعني تنافر ايه؟ تنافر تنافر. ريبل يعني التنافر. تمام. يبقى الاتراكت التجاذب وريبل يعني التنافر. طب تو ماجنت ريبل اتش اذر وين ذير ساوث بول فيسنج اتش اذر. لما الساوث بول فيسنج اتش اذر بالشكل ده، هنا ساوث وهنا ساوث، يبقى يحصل عندي هنا ايه؟ ريبال. يحصل ايه؟ ريبال ريبال. شايفين الاسهم؟ ريبال الاسهم ديت بتدل ان هما بيتباعدوا، ده كده وده كده، فبيحصل ريبال. طيب والسهم ده برضو كده وكده، نيكوش فبيحصل ايه؟ ريبال ريبال. طب انما ريبال السهم ده بيحصل ايه؟ أتراك لهم بيسعوا اتراكشن. بيحصل ايه؟ أتراكشن أتراكشن اتراكشنز. تمام. طيب مين هيقول لي البلانت نيد؟ Water, problem water, لايت carbon, سبيس. الايه؟ air, water, light, space. بس خلاص عدوها بقول خلاص. meters المطلب البلانت نيد، البلانت نيد هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 حاجات. air قلنا الاير، الهواء، الاير اللي هو الايه؟ الهواء. water تمام. and water الاير، water الووتر، water المياه. energy نيوتريانت. nutrients النيوترنت لايت يعني ايه؟ سبيس كلمة نيوترنت يعني ايه؟ يعني المواد الغذائية. نيوترنت يعني المواد مغذيات الغذائية اللي اسمه بيحتاجها مغذيات النبات عشان حماي ينمو. يبقى مواد نيوترنت غذائية المواد الغذائية. عندي كمان اللايت، اللايت اللي هو الضوء او سان السانلايت. لايت سبيس، سان سبيس الفراغ اللي محتاجه الايه؟ لايت الانيمالز عشان ينمو، محتاجه الايه؟ النبات عشان ينمو. يبقى البلانت نيد عبارة عن ايه؟ عبارة عن الايه؟ الووتر، Air, water, النيوترنت، air, اللايت، water, المياه. light, light, space. طيب نكمل. بلانت هاو داز بلانت يوز ووتر؟ ليه النبات بيستخدم الووتر؟ عشان ووتر كيب يعيش. بلانت فروم ويلتنج، بتحافظ على النبات ان هو يذبل. بلانت يوز ووتر تو ميك فود، بيستخدم النبات في عملية البناء الضوئي عشان يصنع الايه؟ الفود. يبقى الفوت. البلانت يوز ووتر تو ميك ايه؟ فود. طب بلانت تيك كربون دايوكسيد غاز ثرو ايه؟ النبات بياخد الكربون دايوكسيد غاز خلال ايه؟ لي الليفز. كربون خلال ديكسيد ايه؟ الليفز. يبقى ليف الليفز النبات بياخد الكربون دايوكسيد. يعني ايه كربون دايوكسيد؟ اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون اللي النبات بيستخدمه في عملية البناء الضوئي، بياخده عن طريق الايه؟ الليفز. عن طريق ليف الايه؟ تو ميك الليفز. فود تمام. ليف دي كده الأسئلة الكتابية اللي متوقعة تجيلكم. خليكم معايا، مش هشيل لكم ملف تاني. دقيقة واحدة معايا بس. أبلا ايوه معاكم، يلا نبدا. ثواني بس اشيل لكم الكتاب. أبلا الشاشة مش واضحة عندي، الايه؟ الشاشة مش واضحة.
الصورة أنا لسه ما شيرتش حاجة، أنا لسه هشير، خليك معايا بس دقيقة. تمام كده؟ ايوه يا عبد الله. نعم ايوه مس طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم نكمل. نعم هنتكلم على الفورس. تمام، خدنا الفورس دلوقتي، تمام قلنا الانواع بتاعه الفورس، قلنا اللي عندي 3 انواع، فراكشن والبالانسد والانبالانسد ايه والانبالانسد فورس. افورس هتعلموا معايا كده على الحاجات المهمه. الافورس قلنا يعني ايه افورس؟ افورس از اباش اور بول. اباش اور ايه؟ بول، قوه الدفع او شو قوه الايه السحب. بس اور اباش بول اور ايه؟ بول. الفورس ديت ممكن تكون لارج وممكن تكون ايه سمول. الفورس سمول ده مهم، ممكن تكون لارج بول وممكن تكون ايه اور سمول. سمول سمول لارج اور سمول طيب the force that a train لارج اور سمول uses to pull a train. انا لو بسحب ترين قاطرة هحتاج لارج فورس ولا سمول فورس؟ لارج لارج. لارج طب لارج ليفت هو فيزر، ده ليفت فيزر برفع ريشة هحتاج ايه؟ ليفت فيزر. سمول سمول ليفت فيزر هتبقى ايه؟ سمول ولا لارج؟ سمول. سمول سمول أبلا سمول تمام، سمول يبقى it takes larger strong forces to سمول move heavier object. عندي حاجة يا أولاد اسمها ال heavier object، اسمها ايه؟ اللي هي فيزر. بيار heavier هيفير object. اوبجكت يعني ايه هيفير heavier object؟ مين الشاطر اللي عارف heavier object يعني ايه؟ اشياء ثقيلة برافو عليك. heavier object يعني الأجسام الثقيلة. وعندي حاجة اسمها lighter object، ثقيلة وحاجة تانية اسمها ايه؟ letter لانتر object. اسمها ايه؟ اوبجكت letter object. letter object يعني ايه؟ يعني ايه letter يعني اللي هي object؟ سما خفيفة سما خفيفة letter لايتر object يعني ايه؟ السماء شيء ده الخفيفة الخبيثة الأجسام السماء الخفيفة. الخفيفة الأجسام أو الخفيفة. اللون الأسود الليتر الهيفير اوبجكت، الهيفير اوبجكت الاسماء الاشياء الثقيله بتحتاج لارج فورس، بتحتاج ايه؟ لارج لارج فورس لارج فورس. طب اللايتر اوبجكت بتحتاج ايه؟ سمول 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 فورس. سمول ايه؟ سمول فورس. يبقى فورس كده الفورس، فورس الفورس عندي عرفنا ان هي الباش اور بول، عرفت ان الفورس نوعين لارج فورس وسمول ايه وسمول فورس. اللارج فورس بستخدمها لايه؟ اللارج فورس بستخدمها للهيفير اوبجكت، بستخدمها للهيفير اوبجكت الاجسام الثقيله. طب والسمول، السمول فورس لينتر بستخدمها اوبجكت للليتر اوبجكت، سمولر الليتر ايه اوبجكت سمولر الاجسام الخفيفه، الاجسام الايه الخفيفه. لينتر طيب عندي حاجه اسمها فراكشن، اسمها ايه؟ فراكشن فراكشن. الاحتكاك فراكشن يعني ايه؟ الاحتكاك فراكشن فراكشن يعني الاحتكاك. فراكشن يعني ايه؟ الاحتكاك. الاحتكاك تمام؟ is the force that occur when one object rub against another، يعني جسم بيحتك بالاخر. تمام؟ الفراكشن بتتسبب لي باش against moving object، بتدفعي ضد الجسم اللي بيتحرك. and causing them to slow down، بتسبب لي ايه؟ slow down the movement. تسبب لي ايه؟ slow down slow slow down. down تسبب لي ايه؟ slow down. يعني ايه slow slow down؟ down slow يعني down بتبطئ الحركه، بتبطئ الايه؟ الحركه. تمام، الحركة يبقى الفراكشن باش اجينست موفينج اوبجكت، بدفع ضد الاجسام اللي بتتحرك. and cause them to slow down، بتسبب ان هم يكونوا ايه؟ بطيء. imagine you are running across. طيب كده دي المهمه. طيب في عندي حاجة اسمها السموث سيرفس، حاجة اسمها ايه؟ سموث سيرفيس سموث سيرفس وهارد سيرفس. سموث سيرفس وهارد ايه؟ سيرفس. سيرفيس سموث سمو سيرفس سيرفيس وعلى سيرفيس السموث سيرفس هارد يعني الايه؟ سيرفيس بالنسبة لعلي ومنصور ايباد وجمانة كله يقفل المايك.
يلا بسرعة، مش عايزة أي حد فاتح المايك. في المنصور أيباد اقفل المايك، مش عايزة أي واحد فيكم يفتح المايك، أنا لو عوزت حد هندهله باسمه يجاوب. السيرفس عندي، الأسطح عندي نوعين، حاجة اسمها سموث سيرفس يعني أسطح ناعمة، وحاجة اسمها هارد سيرفس. اسمها إيه؟ سموث هارد سيرفيس و أنا قلت لكم جاوبوا، اقفلوا المايك. سموث سيرفس وهارد سيرفس. السموث سيرفس يعني الاسطح الناعمه زي الايه، زي الايس سل، دي بتكون ايه، بتكون ليس فراكشن، بتكون ايه ليس فراكشن، بتكون ليس ايه ليس فراكشن، يعني اجي اتحرك عليها بلاقي مش صعب ان انا ايه احصل على الموفمنت، مش صعب ان انا اعمل ايه موفمنت. يبقى السموث سيرفيس هاز ليس فراكشن، وين ذير از ليس فراكشن ات از هارد فور ان اوبجكت تو سلو داون اور ستوب. لما يكون عندي احتكاك او السطح اللي عندي ليس فراكشنز، اقل احتكاك، اجي عشان اقف بيبقى ده صعب عليا ان انا اقف، اجي عشان اعمل سلو داونج للموفمنت بتاعتي ده كمان بيبقى ايه difficult for me. يبقى السموث سيرفيس have less fraction، لها less ايه fraction، when the less fraction it is hard for an object to ايه to slow down or stop. طيب عندي حاجه تانية examples تاني على الهارد سيرفيس، الهارد ايه الهارد سيرفيس، الهارد سيرفيس ديت بتكون more ايه more fraction، more ايه more fraction، في قوه احتكاك بيني وبينها ايه جامده، زي ما ماشي على الارض كده او على الطريق الاحتكاك بين الفلور وبين الشوز بتاعي، فهنا في مور فراكشنز، فبقدر اقف او اتحرك او ابطئ حركتي لان السطح بيكون هارد سيرفيس، فبيساعدني على الايه على الموفمنت. يبقى انواع السيرفيس عندي اللي عايزاكم تعرفوه، عندك سمور سيرفيس ليس فراكشن، وعندك هارد سيرفيس ايه مور فراكشنز. دي كده بيعمل ايه باش، وكده ايه بول، بول يعني ايه قوة سحب، باش يسحب يعني يسحب قوة يعني ايه يسحب دفع، باش يعني قوة ايه دفع. طيب الدفع. هنيجي نتكلم على البالانسد والان بالانسد فورس، البالانسد والان بالانسد ايه فورس. تمام، بالانسد فورس ار فورسز ذات كانسل اتش اذر او توينز اكتنج توجذر ان ان اوبجكت. تاني بالانسد فورس يعني قوة متزنة، بالانسد فورس يعني ايه؟ قولوا معايا، بالانسد فورس يعني قوة متزنة، بالانسد فورس. تمام؟ فورس خلاص خلاص خلاص، مش عايزة حد يقول، أنا مش عايزة حد يقول، اقفلوا المايك اقفلوا المايك. بالانسد فورس are forces that cancel each other، يبقى هي عبارة عن فورس كانسل، كانسل يعني ايه بيلغي كل واحد منها التاني، بيلغي كل واحد منها ايه الثاني يبقى هي عبارة عن فورس ذات كانسل ايه فورس كانسل اتش اوزر، اتش ايه اجر اتش اوزر، اجر اتش اون يعني هي القوة اللي بتلغي بعضها اوزر البعض. تمام، اوت وين اكتنج توجذر ان ار اوبجكت، وين اكتنج توجذر ان ان او اوبجكت، يعني هي قوة بتلغي بعضها البعض لما تشتغل على ايه على جسم واحد، زي مثلا انت وصديقك كل واحد فيكم بيشد الدب، فكل واحد بيجذبه من طرف، فدي بقول عليها بالانسد فورس، قوة متزنة، لان القوة بتاعتك بتلغي القوة بتاعت زميلك، في نفس الوقت الدب ممسوك بين ايديكم انتوا الاثنين مش بيتحرك، فبقول are forces that cancel each other out when acting together in an a in an object. each other تمام؟ when acting together when acting together. top when acting a together in one a in one object.
on an ايه؟ on an object. تمام. object يبقى البالانسد فورس القوة المتزنة عبارة عن فورس كانسل بتلغي اتش اوزرز. كانسل ايه؟ اتش اوزر. تمام. it's وان other اكتنج توجذر اون ايه؟ ان اوبجكت. لما تشتغل مع بعضها على ايه؟ على جسم واحد. something balanced force are equal in size and opposite in direction. دايما لازم تعرفوا ان البالانسد فورس دي عندكم بتكون equal in size، يعني متساويه في الايه؟ في الحجم. and in opposite direction يبقى equal in size. equal in ايه؟ in size. inside and I ايه؟ see. and opposite ايه؟ direction. opposite ايه؟ Direction. دايركشن. Direction. يعني هي بتكون متساويه في الحجم بتاعها او في المقدار بتاعها، بس في اوبوزيت دايركشن، كل واحد فينا بيشد في اتجاه عكس التاني. يبقى اللي نعرفه كمان مهم جدا، نعرف ان هي اوبوزيت دايركشن. اوبوزيت ايه؟ دايركشن وايكوال في السايز. But force don't have to be equal and opposite to be balanced. When an object is sitting still, all the force acting on it are balanced. يعني ايه الجزء ده؟ يعني ايه؟ بيقول لك لو انت عندك جسم، الجسم ده sitting still. يعني ايه sitting still؟ يعني مثلا عندك كتاب، الكتاب ده محطوط على التيبل، فكل القوة الكتاب ده بيتحرك ولا مش بيتحرك؟ مش بيتحرك، sitting still. يبقى اقول عليه balanced force. اقول عليه ايه balanced force؟ لو عندك قلم والقلم على التيبل بقول عليه balanced force. ليه؟ لان كل الفورس، all force act in it are balanced. كل القوة اللي بتشتغل عليه، اسمعوني بقى ليه؟ لأن كل القوة اللي بتشتغل عليه بتكون بالانسد، بتكون ايه؟ بالانسد يعني متوازنة. يعني ايه؟ قوة متوازنة ومتساوية. يبقى لما يبقى عندي الاوبجكت هو سيتنج متوازنة ستيل، ومتساوي. يعني ايه الاوبجكت سيتنج ستيل؟ يعني الجسم في مكانه مش بيتحرك. يبقى all forces القوة المؤثرة عليه كلها بتكون بالانسد. When objects are mover at constant velocity or speed, they are also balanced. يعني ايه؟ لو عندك جسم ماشي بسرعة ثابتة، تمام؟ velocity، constant velocity أو speed، ده بقول عليه كمان balanced. يبقى balanced force don't cause a change in motion. البالانسد فورس ديت من المهم كمان اعرف ان هي not cause a change of motion، مش بتغير لي في الايه؟ في الحركة. يبقى انا امتى اقول على الجسم اللي عندي ديت ان هو بالانسد فورس؟ اول حاجه لما تكون الفورس اللي عندي اوبوزيت دايركشن، في اتجاه مختلف، تمام؟ اما تكون الاوبوزيت اللي عندي ايكوال ان سايز، متساويه في الايه؟ في السايز. اكزامبلز عندي قلت سيتنج ستيل، الاوبجكت اللي هي سيتنج ستيل او الاوبجكت اللي بتبقى موجوده في مكانها، كل الفورس اللي بتاثر عليها بتكون متساويه. كل الفورس اللي بتاثر عليها بتكون متساويه، زي القلم اللي على التيبل او البوك اللي على التيبل، تمام؟ كل ده بقول عليه بالانسد فورس. طب لو انا عندي حاجه جسم بيتحرك بكونستانت فولستي، كونستانت ايه؟ فولستي يعني سرعه ايه؟ ثابته، او سبيد، كونستانت ايه؟ فولستي. كلمه فولستي يعني سرعه، وسبيد يعني سرعه. لو الجسم بيتحرك بسرعه ثابته اقول عليه ايه؟ بالانسد. اقول عليه ايه؟ بالانسد. لان بلانشيت البالانسد فورس، البالانسد فورس، بلانشيت البالانسد فورس not cause change in motion. not cause change in ايه؟ بلانشيت in motion. not cause change in موشن motion. موشن. طيب suppose you are push heavy backpack across your desk، تمام؟ the backpack is moving. this is due to unbalanced motion. انت جبت الشنطة بتاعت الظهر بتاعتك ودفعتها على الديسك، الشنطة بتاعتك هتتحرك، هيحصل لها moving. ليه؟ لان اللي اثر عليها unbalanced force، قوه الدفع بتاعتك قوه غير متزنه، فبقول عليها unbalanced ايه؟ unbalanced force. فورس انا بصوا بنزل بقى، فورس بصوا بقى هيقول لكم ايه على unbalanced force، النقط المهمه تركزوا عليها. unbalanced force not equal، not ايه؟ not equal to ات other ايكوال force. بسميها نات unbalanced ايكوال force، بسميها unbalanced ايه؟ force. if there are فورس more than If there فورس are more than force act in an object, the total of all forces determine direction of motion. ثاني بيقول لك if there is more than one force، لو عندك أكتر من قوة acting on object بتأثر على الجسم اللي عندك،
then the total of all force determines the direction. مجموع القوة اللي عندك كلها هيحدد لك الدايركشنز بتاعك، هيحدد لك الاتجاه بتاع الحركة ايه بتاعك. يبقى احنا لو جات لنا الصورة ديت اقول عليها ايه يا شباب؟ شايفين الدج ده والدج ده؟ الاتنين بيعملوا balanced عملية شد balanced للدج، force اه، balanced لان force هما بيسحبوا الدج في امبلانس في force ايه؟ في اوبوزيت دايركشن، في اوبوزيت ايه؟ دايركشن. يبقى the force applied to bear are balanced. ليه؟ لان it is not moving. الدب هنا not a moving. القوة دي قد القوة دي، فديت بقول عليها equal force. بقول عليها equal ايه؟ force force. equal force equal force بقول عليها equal force او equal unbalanced force ايه؟ او unbalanced ايه؟ sorry equal force او balanced force. The dog are applying greater force to the slide. unbalanced force So the slide is ايه؟ moving. يبقى ده اقول عليها unbalanced ايه؟ الصورة دي moving example للايه؟ لل unbalanced force. لل un ايه؟ balanced force balanced balanced force. مين force الفورس اللي بتعمل لي تشينج في الموشن؟ البالانسد ولا الان بالانسد؟ بيقول لك وش فورس balanced على صوت، على صوت balanced البالانسد ولا الان بالانسد؟ balanced balanced البالانسد ولا balanced الان بالانسد؟ balanced balanced اللي بتعمل تشينج في balanced الموشن الان بالانسد. الان ايه؟ دقيقة، balanced خليكم معايا دقيقة. اسمها الان بالانسد، unbalanced اسمها ايه؟ unbalanced unbalanced unbalanced. تمام، دقيقة معايا اشير لكم حاجة تانية. الشاشة مش واضحة أبو الشاشة مش واضحة يلا، عندي حاجة اسمها ايه؟ ماجنت. حاجة اسمها ايه؟ ماجنت. ماجنت ماجنت اللي هو الايه؟ المغناطيسي. ماجنت هنعمل ماجنت برضو هايلايت على الحاجات المهمة. ماجنت is made of material that can attract objects made of iron, cobalt, steel and nickel. يبقى الماجنت is made of ايه؟ materials، مصنوع من المواد. that can attract objects، بتجذب الاجسام. الاجسام اللي مصنوعة من ايه؟ من حديد وكوبالت وستيل وايه؟ ونيكل. تمام، يبقى الماجنت بيجذب الاجسام المصنوعه من الايه؟ من الايرن والكوبالت والستيل والايه؟ ايرون والنيكل. طيب the ability of an object to push or pull on another object that has magnet property is called عندي ماجنتيزم. عندي ايه؟ ماجنتيزم. ماجنتيزم يعني ايه؟ يعني المغناطيسيه. يعني المغناطيسيه هي ال ability of an object to push or pull another object that has magnet property. يعني قدرة الجسم على ان هو يجذب او يتنافر مع جسم اخر له خاصية الجذب الايه؟ المغناطيسي. بقول عليها ماجنتيزم. بقول عليها ايه؟ ماجنتيزم. ماجنت كان اتراكت ماجنتين ماجنتيزم. بقول عليها ايه؟ ماجنتيزم. ماجنتيز ماجنتيزم. ماجنتيز ماجنت المغناطيس كان اتراكت اور ريبيل each other with a magnetic force. عارفين ان المغناطيس خدنا ان هو ممكن يحصل له اتراكت. اتراكت يعني ايه؟ تجاذب تجاذب او ريبيل تنافر. each other with a magnetic force عن طريق القوة المغناطيسية. object attract if there is a force that pulls them toward each other. امتى الاجسام يحصل لها اتراكشن؟ يحصل لها اتراكشن تجاذب، لو عنده قوة بتجذب الاجسام دي في اتجاه بعضها toward each other. بقول عليها ايه؟ toward each other. يبقى الاوبجكت اتراكت او الاجسام بتتجاذب. كلمه اتراكت يعني تتجاذب. توارد لو شازم عندي force that pull toward each other بتجذبها لايه؟ لبعضها. طب الاوبجكت ريبل. ريبل يعني ايه؟ بتتنافر. if there is a force that push them apart. لو عنده قوة بتبعدهم عن بعض. if there is a force that ايه؟ push them apart. بتبعدهم عن ايه؟ عن بعض. شايفين ده اقول عليه attraction ولا اقول عليه repel؟ attract ولا repel؟ attract. attract. يبقى انا عندي attract magnetic وخدت هنا magnetic attraction وماجنتيزم. طيب تعالوا هنا عندي حاجة اسمها magnetic pole. اسمها ايه؟ magnetic pole ماجنتيك بول. ماجنتيك بول يعني ايه؟ يعني الاقطاب المغناطيسيه. يعني الاقطاب الايه؟
المغناطيسي. الأقطاب المغناطيسية المغناطيسية. can be bit in different. المغناطيس ده، المغناطيس ده ممكن يكون له different shape، يكون له different ايه، different shape، اشكال مختلفة، و different ايه size، احجام مختلفة. يعني المغناطيس مش بياخد شكل معين، لا ممكن يبقى دائري، مربع، مستطيل، تمام. وليه كمان سايز احجام مختلفة، ممكن يكون كبير او صغير، تمام. الماجنتيك sometimes have n painted on one end and s on the other. الاقطاب بتاعت المغناطيس بنقول عليها ايه؟ n، بنرمز لها ب n و s، n و a و s. انا كده عندي الماجنت اهوت، بقول هنا ايه؟ n، اس وهنا ايه؟ ان s. يبقى n painted on one end and s in another. The n stand is north. ال n عبارة عن ايه؟ النورث. والاس عبارة عن ايه؟ ساوث. يبقى ال n بترمز للايه؟ للنورث، والاس بترمز للساوث. اتش ماجنت هاز نورث بول اند ساوث بول. كل ماجنت ليه ايه؟ نورث بول وساوث ايه؟ قول وساوث بول. يبقى ده بقول عليها النورث أو بول، ودي بقول عليها الساوث بول ايه؟ بول طيب ابول از وان اوف تو اند. ابول ايه هي كلمة بول؟ يعني ايه كلمة بول؟ كنا واخدينها دلوقتي سؤال في الرايتنج، قلنا ابول از وان اوف تو اند، هي واحدة من النهايات. وان اوف تو ايه؟ عندي اتنين اند، عندي دي نورث بول وعندي ساوث بول. هي وان اوف تو اند اوف ماجنت وير ماجنتيك فورس از سترونج. قلنا عندي البولز، عندي البولز بتكون الماجنتيك فورس ايه؟ سترونج، قول بتكون ايه؟ سترونج سترونج سترونج، سترونج، سترونج سترونج سترونج، تمام. طيب if you hold two magnets close to each other you can feel a push or pull between them. لو احنا جبنا اتنين مغناطيسين وقربناهم لبعض، لو هما هيحصل لهم attraction هلاقي ده يتقرب لبعضها، لو هيحصل لهم ريبال يعني تنافر ويبعدوا عن بعض هيلاقي ايديا بتبعد عن بعضها. يبقى if you hold two magnets، لو انت مسكت اتنين من مش المغناطيس. بول يعني عمود، نعم، بول يعني عمود، عمود او قطب، بنقول على القطب المغناطيسي او العمود الايه المغناطيسي. مش انت خدت في الجغرافيا وفي التاريخ عندك النورث بول والساوث بول، الكره الارضيه القطب الشمالي والقطب الجنوبي، كلمه بول تمشي ايوه عمود وتمشي قطب، ايوه لان احنا عندنا في لو خدت كده في التاريخ او في الدراسات الاجتماعيه خدت هنا نور، هنا انتوا بتدرسوها عربي، هنا القطب الشمالي وهنا القطب الجنوبي، بنقول عليه هنا النورث بول القطب الشمالي، وهنا الساوث ايه بول. فكلمه بول تمشي قطب وتمشي ايه وتمشي عمود، عبد الله نحن خلصنا الامتحان. تمام. if you hold two magnets، لو انت مسكت اتنين مغناطيس close to each other وقربتهم لبعض you can feel a push or pull between them، هتشعر بقوة الدفع أو قوة السحب بين الاتنين، تمام؟ خليكم معايا ثواني أكمل لكم الملف. معايا؟ عندي حاجة اسمها magnetic field، حاجة اسمها إيه؟ magnetic field. يعني إيه magnetic field؟ كلمة magnetic field يعني إيه؟ يعني المجال المغناطيسي اللي هو ده كله بقول عليه ماجنتيك فيلد. شايفين ده النورث بول وده الساوث ايه بول. لو حطيت اي ميتالز في الجزء ده، تمام، او مواد من اللي هي بتنجذب للمغناطيس هلاقي يحصل لها اتراكشن، هلاقي يحصل لها ايه اتراكشن. لو مواد مش Attraction. بتنجذب من المغناطيس هيحصل لها ريبل، ريبل يعني ايه هتتنافر. المهم لو جاب لكم الصوره ديت وقال لكم ايه دي تقولوا له دي ماجنتيك فيلد، دي ماجنتيك ايه، Magnetic فيلد، field. ماجنتيك فيلد يعني المجال المغناطيسي، يعني المجال ايه المغناطيسي. المغناطيسي. if you want to throw a ball your hand has to touch the ball. لو انا عايزه القي كره او ارمي كره ايديا هتمسك الكره واحذفها بعيد، بس الماجنت can push or pull an object without touching. الماجنت بيسحب الاجسام، can push or pull بيسحب الاجسام ايه، A push and or a pull. Push and Can push pull. or pull without ايه
without touching، كان ايه يعني من غير انت ما تمسكي المغناطيس، او من غير المغناطيس ما يبقى في تاتش بينه وبين الاوبجكت، ممكن يعمل لها ايه اتراكشن، او يعمل لها ايه ريبال، او يعمل لها ايه ريبال. يبقى ماجنت كان باش اور بول ان اوبجكت without touching، دي بقول عليها نون كونتاكت فورس، يعني قوه بدون ايه تلامس. ان المغناطيس له قوه نون كونتاكت فورس، بيجذب الاجسام من غير ايه ما يلمسها. يبقى ماجنت كان باش اور بول، ممكن يجذب الاجسام اور بول without touching it، بدون ايه ما يلمسها. It does have to be close enough to object to be in its a magnet ايه a magnet field. لازم الاجسام تكون ايه قريبه حوالين الماجنت عشان تكون في ايه في ماجنت فيلد او المجال المغناطيسي. A magnet field is an area around the magnet. الماجنت فيلد زي ما قلنا هو المكان اللي حوالين المغناطيس. An area around the ايه the magnet where its force can attract or repel. على اساس ان المغناطيس بيقدر يأثر عليه بالقوة بتاعته ويعمل له ايه attractions او يعمل له ريبل، يعمل له تجاذب او يعمل له ايه تنافر. You can't see the magnet field. نعم. ماجنت فيلد يعني حقل مغناطيسي. لا اسمه المجال المغناطيسي. بصي يا حبيبتي هقول لك حاجة، دي مصطلحات علمية، دي مصطلحات ايه علمية. انت عشان تترجمي كلمة فيلد وتكتبي حقل، الحقل ده ماشي انا معاكي فيلد حقل، بس ده لما تدرسي لغه انجليزيه. تمام، ده لما تدرسي لغه انجليزيه، انما ادخلي كده في على جوجل واكتبي ماجنتيك فيلد، اكتبي شرح الماجنتيك فيلد بالعربي. ماشي، فالماجنتيك فيلد معروف ان هو المجال المغناطيسي وليس الحقل المغناطيسي. الحقل المغناطيسي دي لما تكتبي ترجمه عاديه كده هيطلع لك الحقل المغناطيسي، انما ماجنتيك فيلد يعني المجال المغناطيسي، انا متاكده منها. اوكي ماشي، magnetic field المجال المغناطيسي. تمام، ده is an area around the magnet، هو المكان اللي حوالين الايه المغناطيس. where its force can attract or repel، القوة بتاعته او الاتراكشنز بتاعته can attract، كان ايه attract، تقدري تعملي تجاذب للاجسام او تعملي لها repel، يعني ايه يقدر يتجاذب معاه يجذب الاجسام او يعمل لها تنافر. You can't see a magnetic field. المagnetic field ده أنا مش بقدر أشوفه بعيني. You can feel where it، بس أنا بشعر بيه. If you bring to magnet close you، you can see feel them push or pull. المجال المغناطيسي أو المagnetic field ده أنا مش بشوفه، أنا بشعر بيه. لو دخلت حاجة في المagnetic field، تمام؟ لو دخلت metals في المagnetic field، هلاقي إن المغناطيس بيجذبه. المغناطيس إيه؟ بيجذبه. او لو مش هيجذبه هيعمل له ريبال. ريبال يعني ايه؟ يعني هيعمل له تنافر، يعني هيعمل له ايه تنافر. you can feel them push or pull each other even when the magnet don't touch، حتى لو المغناطيس مش هيتجاذب او مش هيبقى فيه تلامس بين المغناطيس، لا انا هشعر بيه، هيحصل لي فيلينج بالماجنتيك ايه بالماجنتيك فيلد. their magnetic field interact if you move the magnetic far apart، لو انا مشيت المغناطيس بعيد you don't feel the push or pull. لازم المغناطيس ما يكونش far apart، ما يكونش متباعد جامد عن الايه او الماتيريالز، ما تكونش متباعده جامد عن المغناطيس، تكون الى حد ما قريبه منه عشان اقدر احس بالماجنتيك فيلد، اقدر احس بقوه الماجنتيك فيلد. تمام، you don't feel the push or pull any ايه longer، the magnetic field are no longer ايه meeting. دي ايه كده خليكم معايا.